ايدهن عظيم طبيعة، قالوا الست دي في الخديعة ضليعة. كيدهن عظيم طبيعة، سهل من دي عليها ألف وقيعة. كيدهن عظيم طبيعة، قالوا الست دي في الخديعة ضليعة. كيدهن عظيم طبيعة، سهل من دي عليها ألف وقيعة. من براها الله الله، من جوايا نهار اخبر، واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته اكبر. من براها الله الله، من جوايا نهار اخبر، واللي تنوي تخيله أكبر. من كيد النساء، من عمايله يا ناس، من كيد النساء، وتعبنا منه خلاص. من براها الله الله، من جوايا نهار أكبر، واللي تنوي وتبقى حوسة للي تجري الليل. ضحكة غمزة تسيب مفاصله، ينسى أصله ينسى فصله، سنته سودة وأمه داعية عليه. من براها الله الله، من جوايا نهار أكبر، من كيد النساء، من عمايله يا ناس، من كيد النساء، وتعبنا منه خلاص خلاص خلاص. وانت ناوي ترجع للصنف تاني يا كده؟ صنف؟ ده ليه فاضي يا حبيبي؟ انت جيت تفوقني؟ بعدين يا حبيبي انا عندي فلوس الحمد لله تكفيني وتكفي ولادي وولادهم كمان. ربنا يزيدك يا حبيبتي. هيزيدني يا حبيبي طول ما انت معايا يا فؤاد. اصل انا بصراحه كده حسيت وانت بتتكلمي مع ابو سليم ده ان انت فكرت يعني. اخس عليك، بفكر تبقوا من بقك يا فؤاد. والله ابدا، بس انا انت عارف ما بحبش اكسب حد، ولازم تاخد الناس على قد عقولها يعني. وبعدين يا حبيبي اللي مش هتحتاج لوشه النهارده هتحتاج لقفابك. المهم ناوية تعملي ايه مع البنات؟ هعمل لهم اجتماع واقول لهم ان انا اتجوزت اللي بحبه. مش كفايه ابوهم جاب لي الدره في الفيلا وموتني نقص عمر وانا على وش الدنيا؟ ما تفكرنيش بقى يا كيداهم. ياه، واحنا نعيش مع اللي اسمها صافيه دي في بيت واحد؟ وانت مالك ومال صافيه؟ لا ابدا، اصل انا بصراحه يعني ما بستريح لهاش كده، كنا عايزين نعيش لوحدنا يعني براحتنا. نعم، تعيش براحه راحتك يا حبيبي. على راي المثل البيت بتابونا ويجي الغرب يطردونا. لا يا فوقشي يا حبيبي، براحه راحتك، دي فلوسي وشقايا طول السنين اللي فاتت دي، اياك تفتح بقها وانا امسح بيها بلاط الفيلا كله. اي استاذ طبيب الطائره مصر الرحله رقم 801 والمتجهة إلى فيينا. نور بلدي.
وبعدين يا شريف مش عارفين نقبض على الناس دول؟ اعمل ايه يعني؟ احط لهم هريم في العربيه والبسهم قضيه؟ ده انا بعد ما جات لي اخبار ان كيداهم راحت لابو سليم قلت خلاص القضيه دي بتستوي صح على نار هاديه، وزي ما قلت لسعادتك فتشنا الشنط بتاعتهم في المطار تفتيش دقيق جدا. يمكن ابو سليم هو اللي هيجيب المخدرات زي كل مره؟ جايز يا فندم، بس انا قلت ان فؤاد زعتر ده وجه جديد في المطار، وكنت فاكر ان كيداهم اكيد هتستغل الموضوع ده. الناس دي حويطه قوي يا شريف. ما تقلقش سعادتك، مسيرهم هيدخلوا المصيادة. اه يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ ها ماما رجعت بالسلامة؟ طيب الحمد لله على سلامتها. بصي بقى ستي، انا مستني منك تليفون عشان تقولي لي حددتي لي ميعاد امتى جيلكم. بس والنبي يا شيخ المرة دي مش عايز اعذار، لا خالتي بقى اتجوزت ولا جيراننا اتجوزوا زي كل مرة. لا يا حبيبي خلاص، مفيش حد تاني عندنا هيتجوز غير كريمة، يعني خلاص مفيش حد. لا دي ماما بس عزمانة بره كده عايزة تقولينه على موضوع مهم. اول ما تخلص موضوعها هكلمها على طول في موضوع جواز انا وانت. يا حبيبي هرجع لك بالخبر اليقين طبعا، استناني بالليل اول ما ارجع هكلمك. دودو هتوحشني قوي. لا اله الا الله. هي بقى يا روح قلبي، ايه الموضوع اللي حضرتك عايزنا فيه وعزمتينا عشانه العزومة الحلوة دي؟ ابدا يا حبيبي، انا بس عايزه اقول لكم ان انا اتجوزت. تن تلالان تن تن اتخرجي طبعا. حلوة قوي يا ماما، وجبتي بقى فستان فرح وابو اللي فيه غني. حلوة رقاصه. خلاص خلصت تهريج، الكلام ده ما فيهوش هزار منك ليها. انا بقول لكم فعلا اتجوزت. ازاي يعني يا ماما تعملي في نفسك كده وتعملي فينا كده؟ الله، انا لسه صغيره وحلوه، خايفه على نفسي من الفتنه. فتنه يا ماما؟ امال احنا نقول ايه؟ وهنا عليكي بابا تتجوزي بعديه؟ يا حبيبتي اشمعنى انا نور عيني هنت عليك وعليه؟ ده قبل الدر عين عينك وحطها لي في نفس البيت اللي انا عايشه فيه، وكان هيموتني نص عمر. على الاقل انا عملت كده ولا اتجوزت بعد ما هو مات الله يرحمه ويفشفش الطوبه اللي تحت راسه؟ وما فكرتيش ليه بقى شكلك هيبقى ايه قدام الناس وشكلنا احنا كمان واحنا عرايس وكبار؟ يا نيا ليه يا حبيبتي؟ انا مشيت في البطل؟ عملت حاجه غلط ولا حرام؟ انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، ما انتوا كمان هتتجوزوا وهتسيبوا لي البيت واقعد فيه بطولي، ايه اللي انا عملته غلط؟ هقول انا ايه بس يا ربي الحليم، وهقول لجوزي ايه بس يا ناس؟ يا اختي تخيبي ما تتمرقيش قوي كده، حليمه محسساني انك متجوزه عبد الحليم حافظ، ده جوز شراب جوزك ده، يا اختي تخيبي عليك وعليه. معلش بقى يا ماما، الجوازه دي لا يمكن تستمر. بقول لك ايه يا حبيبتي، انت وهي وهي، انا ما جبتكوش عشان اخد رايكم، انا بس جبتكم عشان اقول لكم ان اتجوزت عشان لما اخش ايدي في ايده في الفيلا ما تتفاجئوش. يا نهار اسود، انت هتجيبيه تعيشي معانا في نفس البيت؟ امال ايه يا حبيبتي، هتجوزه بالمراسله ولا هتجوزه بالمراسله؟ ومين ده بقى يا ماما ان شاء الله اللي انت اتجوزتيه؟ ان شاء الله لما يخش في ايدي هتشوفوه وتعرفوه هو مين. بتهيألي اتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده، ما يستحقش اكتر من كلمتين وبس. يلا تتعشوا ايه خلصوا. لا على ايه، شكرا قوي على العزومه. ابقي كلمي بقى فؤاد المهندس بتاع كلمتين وبس ده، خليه هو اللي يتعشى معاكي. كل انت بقى يا ماما بالهنا والشفا. ما تقوموا مستنيين ايه؟ ما احنا قايمين. يلا ان شاء الله ما تعشيتوا، طالعين فار زي اللي جابكوا. يلا مالكوش في الطيب نصيب، اكل انا يا متر متر. امور حضرتك. من فضلك جيب لي سيرفيس سيمون في مي، وعايزه 2 سيرفيس جمبري. مالك يا حبيبتي قاعده كده ليه؟ ومالك شايله هم الدنيا ليه فوق دماغك؟ مفيش حاجه مستاهله. ولا حاجه يا صافية، اديكي شايفه اللي انا فيه ده، حتى ولا هنا عليه اتصل بيا بالتليفون يطمن عليا، حتى امه طنط سهام ولا فكرت تسال عليا بتليفون صغير. يرضيكي كده يا صافية؟ قلبك ابيض يا طيبه، من دي يا حبيبتي اللي هتتصل بيكي علشان تطمن. امه؟ طب ده هي يا اختي اللي مقويه عليكي، هي اللي عماله تديله في حقن وفي اسفين. قال على راي المثل، سالوا جح قالوا له حماتك بتحبك؟ قال لهم ليه، هي كانت اتجننت. مساء الخير. استنى ايه يا بنات، ماله في ايه؟
ماما. ايه؟ ماتت؟ ماما اتجوزت يا عمته. كان اسود ومنيل؟ انت بتقولي ايه؟ اتجوزت؟ الولية دي اكيد اتجننت. اتجوزت مين؟ اتجوزت يا عمته، اتجوزت وخلاص. وعرفتوا ازاي انها اتجوزت؟ تخيلي يا صافيا ان هي اللي جمعتنا وقالت لنا انها اتجوزت. طب ليه ما قالتلكوش اتجوزت مين؟ بتقول انها هتجيبه بكره من ايده وتيجي بيه هنا الفيلا عشان تعرفنا بشخصيته المبجله. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. وهي ان شاء الله بقى انا ما يجيبه يعيش معانا هنا. انا كمان عارفه كياده وعايزه تفرسني. تخيلي يا صافيا، بس المره دي بقى يا حبيبتي مش هتفرسك انت لوحدك، هتفرسنا كلنا كده معاكي. يا عينها يا جبايرها، الله يرحمك يا حنفي يا اخويا. الف ورحمه ونور تنزل عليها يا عمته. انا مش متخيله ابدا ان حد ممكن ياخد مكان بابا. وانا ابتسم مش مصدقه اصلا، انا بفكر اسيب لها البيت وامشي. تسيبي البيت ايه يا هبله؟ ده بيتك وبيت اخواتك. انا عايزاكوا تعقلوا كده وتهدوا عشان نعرف نفكر كويس ونشوف هنتصرف ازاي. الا قولي لي يا ابتسام، انت قلتي لجوزك؟ ما قلتلوش حاجه طبعا يا عمته، انا اصلا وشي منه في الارض، مش عارفه حواجهه بس واصرحه باللي امي عملته ده ازاي. وانا كمان بلوتي بلوه سودة. بلوه ايه يا اختي انت كمان؟ اصل يا صافيا في عريس كان جاي يتقدم لي، اروح اقول له ايه بقى؟ ما تجيش عشان ماما اتجوزت؟ وده يا اختي بسلامته ما لقاش غير الظروف دي عشان يجي يطلب ايدك. يا اختي ده باين عليه نحس. يا جماعه يا جماعه اهدوا شويه، ما تدربكوش الدنيا فوق دماغكم كده. خلاص احنا دلوقتي قدام امر واقع، طنط كيداهم خلاص اتجوزت ومش هنقدر نمنع الجوازة دي. احنا بقى عاوزين نفكر شوية بحكمة وناخد الامور ابسط من كده. ايه رأيكم؟ حنان عندها حق، احنا اهم حاجة دلوقتي نعرف اتجوزت مين وبعدين نعمل اجتماع ونشوف هنتصرف ازاي. ايوه. ازيك انت؟ ايه ما كلمتنيش ليه؟ عمال اكلمك من بدري ما بترديش. وليل هنيجي امتى لو بابا وماما؟ لا اصل يعني مش هينفع تيجوا دلوقتي خالص. اصل بصراحه كده ماما اتجوزت. ايه بتقولي ايه؟ لا العيله دي مستقصداني. هو انا كل ما اجي اقول لك انا هتجوز تقولي لي حد عندكم بيتجوز؟ ايه العيله اللي عماله تتجوز على روحها دي؟ بقول لك ايه، لما يحصل عندكم طلاق بيكلميني عشان انا زهقت. سلام. تفتكروا يا بنات امكم اتجوزت مين؟ قال يا خبر بفلوس دلوقتي يبقى ببلاش. اكيد ماما اتجوزت حد من صحاب بابا. هم اصحاب ابوك قبل قوي كده؟ اول ما راجل يموت يتجوزوا مراته؟ لا وانت الصادق، الندالة مش جايه من اصحاب ابوه. اصل يا جماعه ماما خروجاتها محدوده جدا يعني، فاكيد اللي اتجوزته ده من معارفها. تلاقيه حد صاحب فرن ولا محل حلويات من الناس اللي تعرفها. مش عارفه بس ازاي ماما تهزقنا كده على اخر الزمن. الله. وبعدين يا جماعه احنا مش قلنا لازم نفكر شويه عشان نعرف نتصرف؟ انا متهيألي كده امكوا رسمت على واحد من رجال الاعمال اللي بيتمرنوا في الجيم، ما هي كيدهم ما تقعش الا واقفه. والله يا صافيا جايز. ومالكم مستعجلين قوي كده؟ دلوقتي تيجي وهنشوف. والله يا جماعه انا حاسس ان امكوا اتجوزت حد احنا نعرفه كويس جدا. ليه حليمه بتقول كده يا حبيبي؟ اصلا لو كانت اتجوزت حد ما نعرفوش ما كانت قالت عليه ببساطه، انما طالما خبت يبقى كده احنا نعرفه كويس. ما هي دي حركات امكوا، هي هتجيب حاجه من بره. والله يا صافيا جايز. هلا 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 ويا اختي اسم الله. ايه ده قاعدين برده المعلم؟ بونسوار يا بناتي، اقدم لكم جوزي. تعالي حبيبي. السلام عليكم. فؤاد جوزي وحبيبي. يا اختي اتربى في عزك. وماله يا حبيبتي ما يترباش في عز ليه؟ هو انا عرشانه ولا كهنه زيك؟ يا ولاد طالعه من التربه تتهوي وهترجعي تاني. ايش جابني انا ليكي قرشانه؟ على الاقل انا صغيره ولسه بشبابي وبخيري. بصي يا بنت واتفرجي عليا انت وهي. في ايه يا حبيبتي؟ بتقوي بناتي عليها ولا ايه يا اختي؟ اها وده كلام يتقال؟ ده انت نخله قوي. ومش نخله يا حبيبتي، خلاص من زمان اتفطمتي يا نون. ربنا
مال البكار يا معلمة؟ ايه؟ مفيش حاجة جاية في السكة. جرى يا واد. لا بقى، هي عيلك ولا ايه؟ اقف عموك يا دوب اتكلم عدل. لازم تعرف انك بتكلم المعلمة كيدام. اوعى تنسى نفسك يا واد يا معفن انت. ما تنسيش نفسي يا معلمة، بس انت بتقول انك في عز شبابك لا مؤاخذة. فانا بقول ايه اللي يمنع يعني؟ اللي يمنع ايه؟ ان اجيب لك عيل يعني؟ عيني هجيب لك تو انتو قصدي دويتو هجيب لك توأم ويكونوا صبيان ان شاء الله عشان يشيلوا الليلة كلها منك وتنام انت على البلاط. الله طلع ليه ما انت كنت قاعدة. تعال يا روحي، تعال يا قلبي، حط الشنطة الناحية التانية. أيوة كده، تعال يا قلبي. يلا حبيبي. تعال، اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه يشرب من البحر. معقول يا فؤاد انك تبيع نفسك عشان فلوس؟ معقول اكون اتغشيت فيك للدرجه دي؟ ولا انا اللي عملت فيك كده؟ فاكر اني سبتك عشان الفلوس فعايز تعوض النقص اللي عندك؟ ولا هي اللي لافت عليك زي الحيه؟ هي الست دي ايه؟ ما وراهاش غير انها تقعدني بحسرتي على اعز الناس عندي. مش كفايه اللي عملته في ابويا وامي؟ لا، لحد كده وكفايه عليها قوي. المره دي الضربة هتبقى القاضية يا كيداهم. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت يا ما شفت جمال يا عين. الله، ايه يا فوش مالك قاعد مبوز كده وضارب بوز قدام؟ في ايه؟ مالي ايه بس يا كيداهم؟ ما شفتيش الاستقبال اللي استقبلوه لنا؟ الله، قعدوا يتنوروا علينا. يا اخويا يتنوروا على مين؟ ما انت عارف اخته هتفرح لي ولا المخفيه اللي اسمها صفي هتفرح لي. متغاظين مني من كدير من السعاده اللي انا فيها. والله ما انا عارف بقى، شكلها العيشه في البيت ده كده هتجيب مشاكل. مشاكل ايه بس؟ كف الله الشر يا حبيبي. مشاكل ايه بس يا فوش؟ ايه حبيبي انت بس عشان لسه الجو جديد عليك ولسه داخل البيت، لما تقعد لك كام يوم كده هتاخد على الجو. واحنا داخلين حرب يا كيداهم. الله، حرب ايه بس يا حبيبي واستنزاف ايه؟ هو حد يقدر يفتح بقه هنا؟ هنا كلمه كلمتي والشوره شورتي. ولازم تعرف حاجه، ان انت هنا راجل البيت يعني سي السيد يا حبيبي. مش كده الصوره دي؟ الصوره دي بتاعتي يا حبيبي. لا يا حبيبتي، بتاعتك عجباني، اللي جنبها بقى. اللي جنبها الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. الله يرحمهم جميعا. الصوره دي تتشال. حاضر يا حبيبي، تتشال اذا كان ربنا شالها من عنده. انا يا كيداه ومش هشيلها. هشيلها يا فوش، ما تزعلش يا حبيبي. تسلمي لي يا قلبي. حبك كده وانت بالاصفر ده اهو، ده بتاع الغيره كلها. خلوهم يموتوا مننا. علي علي الحكايه علي. يا حبيبي يا فوش. لا اقدر اعيش هنا تاني، انا لازم اصلح فيلتي باسرع ما يمكن وامشي من هنا. يا حبيبي يا ابني، ابوك مات وسابنا لوحده ما تعرفش ربنا. لكن معلش يا كيداهم، الشاطر اللي يضحك في الاخر.
حبيبي. صباح الفل يا روحي، وحشتني. يلا بينا من هنا، احسن هنا خانه قوي، عايزين جو هوا. يلا روحي يا حلو صبح، يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل. كلموني يا مون في البيت، قالوا لي عند رحمن سخن وبيترهش. يا ستي يا لهوي يا خرابي، ليه ايه اللي حصل ده؟ انا عديت عليه الصبح كان زي الفل. اتحسن ولا ايه الواد ده؟ فين ابوه؟ مش عارفه يا ماما، بكلمه على التليفون بس مش عارفه اوصل له. يعني ايه مش عارفه توصلي؟ ويقفل الموبايل، افرضي في حاجه خاطر مش لازم تكلمه. يا اخوانا اهدوا بالراحه بالراحه، مش كده، هما العيال كده عاملين زي الخضار وكلهم بحال. بكره ان شاء الله يبقى زي الفل، ما تقلقيش. طب يلا اتفضلي، يلا نروح للبيت ناخده ووديه للدكتور. يلا يا اختي. استنى اجي معاك. وطيب لا يا فايت، يعني معقول هتيجي معانا وتسيب المكان؟ طب اقعد لغايه لما ارجع. ماشي يلا حبيبتي، يلا اتفضلي. ما تقلقوش هيبقى زي الفل. ها عبد الرحمن يوسف منصور. ايوه ايوه. ايه يقول عبد الرحمن يوسف منصور؟ ما قالش عبد الرحمن حليم؟ يا ماما هو يا ماما. يلا بس انت تستهبلي يا بنت. لا في ايه يا ماما؟ بقول لك هو، هبقى فاهمك بعدين. يلا بقى مين بعدين يعني ايه؟ تعالي بس. ها ايه الاخبار؟ مفيش فايده يا لؤي. بابا بعد ما كان موافق ان هو يقابلك رجع في كلامه تاني. ايه ده؟ ده عيل بقى. نعم قصدي يعني انا كنت متوقع من الاول. يا بنتي انا قلت لك الفرق بيننا كبير قوي قوي. يوه هتبطل بقى كلام الافلام اللي انت عايش فيه ده. فكك يا ابني من حركات الافلام دي. اتريقي اتريقي. على فكره بقى انا مش بتريق ولا حاجه. بدل ما تقعد تقول لي الفرق كبير وصغير وكلام فارغ من ده، خلينا نفكر في حلول. انت لو جيتي وشفتي انا عايش فين، احتمال كبير قوي ما تبصيش في وشي تاني. على فكره بقى كل يوم عمالين يجيبوا لنا افلام عن العشوائيات، مش ممكن هتكون عايش في حته اوحش من اللي احنا بنشوفها. انت ترضي تتجوزي واحد عايش في حته من اللي انت بتشوفيهم في السيما؟ هو انت يعني يا لؤي كان بكيفك انك تعيش هناك؟ طب ما انا كان ممكن اتولد والاقي روحي عايشه هناك عادي يعني. شوف يا لؤي، مفيش غير حل واحد، هو ان احنا نتجوز ونحط بابا قدام الامر الواقع. اه عشان بابا يطلع عارف رتبه كبيره في الداخليه ويجرجرني على الاسم ويديني الطريحه التمام. انت ايه يا ابني حكايتك؟ هو انت على طول دماغك كده؟ ليه يا ربي كده؟ ليه خلتني اعرف واحد بالدماغ دي يا رب؟ يا تسنيم يا تسنيم، انت طريقك غير طريقي خالص. طيب خلاص ما دام انت شايف كده يبقى فكك بقى من الموضوع كله، كل واحد فينا يروح لحاله. انت فاكره ان انا معايا فلوس اتجوزك؟ انا ما معيش فلوس حتى اكل، وبعدين انت اللي بتدفعي الحساب كل مره. ما تحملش هم الفلوس، انا معايا. مش احنا عندنا مثل بيقول اللي معاه يدي للي مش معاه؟ المليان يكب على الفاضي. اسم الله عليك. اسم الله عليكي. فريدة أحمد. قولي لي يا بنتي. نعم. إيه موضوع يوسف ده؟ آه صحيح يا ماما، وأنتي ما كنتيش تعرفي إن حليم واسمه الحقيقي يبقى يوسف؟ لا يا بنتي ما أعرفش. إزاي يعني يا ماما؟ إزاي يبقى شغال معاكي كل ده ما تعرفيش إن اسمه الحقيقي يوسف؟ بصي يا ستي، هو اسمه الدلع حليم أو اسم الشهرة يعني زي ما بيقول، لكن اسمه الحقيقي يوسف منصور حسنين أبو سويلم. ماما. نعم. مالك يا ماما؟ لا ابدي ما تشوفش حاجه. طب هاتي عبد الرحمن. طيب استنى عليه. هاتي وتعالي نقعد شويه. تعالي. في ايه يا ماما؟ ايه اللي جرالك؟ خير؟ مش حاجه بحش. طب ليه ما قلتليش موضوع اسمه ده من زمان؟ انا فاكراكي عارفه ده شغال معاكي من زمان قوي يا ماما. ايوه شغال معايا من زمان، بس ما كنتش عارفه الاسم يوسف. بعدين ده جالي صغير عنده 15 سنه، لا معاه بطاقه ولا معاه شهاده ميلاد، وغلبان وعاوز يشتغل وساب عليا. سألته اسمك ايه؟ قال اسم حليم، فانا فكرت اسمه عبد الحليم وبيدلعوا بحليم، ده اللي اعرفه عنه. ما اعرفش موضوع يوسف ده. ما كنتش عارف انك ما تعرفيش ولا يا ماما، انا كنت فاكراكي عارفه. حاجه غريبه فعلا. طب يلا نبي ماما، يلا خلينا نمشي من هنا عشان نحق نجيب الدار عبد الرحمن. يلا حبيبتي. دي مصيبه واتحطت فوق دماغنا. ماما ايوه
يلا حبيبتي عشان نلحق نجيب الدواء لعبد الرحمن. يلا يلا. ماما ماما. نعم يا حبيبتي. مالك يا حبيبتي؟ ساعة ما خرجنا من عند الدكتور وانتي سرحانة كده. لا ابدا يا حبيبتي، انا بس من خضيت على عبد الرحمن صار جلد صايع يا حبيبتي. اجيب لك اسبرين؟ ربنا يخليكوا ليا، ما تحرمش منك ابدا. يا قادر يا كريم انت واخواتك. معلم منصور، ايه اللي موقفك السعاد وعاوز ايه؟ الشوق غلبني، ما قدرتش اروح قبل ما اشوفك، وعايز نقول لك كلمتين مهمين. طب وماله؟ اهي وداني معاك اهي، هسمع الكلمتين المهمين. يلا اتكلم وقولي. وبعدها لك يا كيداهو. وبعدها لي في ايه بس يا معلم منصور؟ انا تعبت وياك على الاخر واستويت وطلبت الاكاله. بعد الشر عليك ان شاء الله الناس كلها وانت لا. طب وامتى بقى ناويه تريحين؟ اريحك بعد الشر عليك اللي براح كل ربنا سبحانه وتعالى. يعني عاوزنا ايه؟ اجيب جزاره اقول له اذبح لي المعلم منصور عشان يستريح. حلو. طب انا هجيب لك من الاخر، حكم انا راجل دغري وماليش في اللوعه. اني بقى ما بحبش غير الاخر وماليش في اللوعه برضه. سكه العشق عندي ملهاش غير حل واحد بس. ايه هو؟ اسمعه. سنه الله ورسوله. انا كمان ماليش غير في الحلال. واديك شايف الرجاله ورايا قد ايه. تعجبيني، بس انا ليا شرط واحد. والله انت تتكلم وتقول الشرط اللي عندك واني اشوف. عجبني ولد عليا قلت ماشي، ما لدش عليا نقول لك مش شكرين. انا عايزك تسيبك من كار الغوازي والموالد اللي انت فيه ده خالص، وننزل انا وانت على مصر نعيش هناك. اقل له محدش يعرفك ولا يعرف اصلك وفصلك. قلت ايه؟ هو بعد قولك يتقال قول يا معلم منصور؟ بس انا كمان ليا شروط زي ما انت ليك شرط كده. اموري ده انت لو طلبت عيوني ما يتاخروش عليك. انا بقى ما اتجوزش على ضر. يعني ايه مش فاهم؟ يعني تطلق مراتك. ايوه بس انت هتبسبس خلاص يا حبيب. لا تطلق لا تضطر. قلت ايه؟ ماشي نطلع ام يوسف. حاجه تاني؟ عاوزك كمان تبيع حتتين الطين اللي عندك دول. انت بتقولي ايه يا كيداهو؟ انت عايزه ابيع الارض؟ خلاص ما تتزرزتش قوي كده، ما عجبكش افتح حل. ماشي يا كيداهو نبيع الارض، بس ليه يعني؟ ما انت عارف انك هتسيبني شغل، وعاوزك تفتح لي فرن قد الدنيا في مصر يكون بيبيع عيش، وابقى معلمة قد الدنيا هناك. وش معنى فرن يعني؟ ماني ما قلتلكش، ابويا الله يرحمه فشفش الطوبة اللي تحت راسه كان بيشتغل فران، فغويت الشغلانة دي وكان يتفقع لي عين لو يبقى عندي فرن وابقى انا المعلمة بتاعته. قال هو انت مش عايز مراتك تبقى صاحبة فرن يا معلم؟ ماشي من العين دي زاد ومن العين دي مية يا كيداه. بحبك 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 بحبك.
بحبك، خمسة بحبك في وش العدو يا معلم منصور. أبا عايزة يوسف؟ حاضر يا يوسف، خد مرجح واعمل اللي انت عايزه، خد روح. ده يوسف ابني اللي انا هطلق امه. ماما لا مش معقول السرحان ده يبقى في الصداع يعني. لا ابدا يا حبيبتي، انا بس كان عندي شويه مشاكل في الشغل سرحانه فيه. لا انت غريبه جدا النهارده، وبعدين يا بودي بتقولك مشاكل في الشغل. شفتي حتى بودي معترض، مش عاجبه الكلام. هنمشيها شغل يا حبيبي عشان خاطر نناه، مشيها شغل. معقول معقول الماضي اللي افتكرته اتدفن ونسيته مع الزمن، كان عايش معايا ومش حاسة. يا ترى ده ناوي على ايه؟ طب وايه اللي مسكته لغايه دلوقتي؟ ولا يمكن عمال ينتقم مني بالبطيء وانا مش حاسة؟ مجاز البلاوي اللي بتحصل دي يبقى هو اللي وراه، يبقى اكيد ده الخاين اللي انا عمال ادور عليه من زمان. يبقى لازم يموت، لازم يموت عشان كلنا نعيش. الو، ايوه يا ابو سليم. لا انا كويس الحمد لله، انا بس طالبه منك خدمه ولازم تنفذها لي. ايوه ادخل. سلفونا يا معلم. اهلا يا حليم وتعال اقعد. امرنا يا باشا. ما امرش عليك عدو، اللي ما يسمى اللي اسمه هاب يا اخويا. هاريني تليفونات وعاوزنا نعمل شغلانه، بيقول لك ان الصنف مريح قوي وكمان البوليس مريح. واحنا مش كنا قفلنا الباب ده وبطلنا نشتغل في الصنف يا معلمه؟ ده حتى العيال اللي بتنططوا هنا في الجيم انا بعتهم على المعلم هابو. انا قلت له المخفي الكلام ده، قلت له خلاص بطلت المشي البطال وبقيت ماشيه في الشرف واكل لقمتي بعرق جبين، لكن ما فيش فايده فيه. عايزه نعمل شغلانه وهنسد بقه ونبطل الزن بتاعه ده. وعاوزك تطلع على لبنان تقابل الراجل ابو سليم عشان تعين البضاعه بنفسك. ايه؟ انا سافر لبنان؟ طبعا انا عند اغلى منك، ده انت طول عمرك الراجل بتاعي ودراعي اليمين، وانا ما عادش امن لحد، وهي مره هتروح لحالها. ايه رايك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ بس انا خايفه عليك قوي يا يوسف. واليوم ده كان هيجي هيجي، امال احنا عاملين كل المشوار ده ليه؟ مش عشان نخلص منها؟ سمان انا مش هستلم اي بضاعه في ايدي. لا ابو سليم هو اللي هيدخل البضاعه دي مصر، ويوم ما استلم منه هكون مبلغ فيها وتاخد لها فيها اعدام. بس خلي بالك من نفسك يا حبيبي، سلامتك عندي اهم من ان انتقم منها. ما تخافيش، ان شاء الله راجع لك سالم وغانم كمان، ونخلص بقى من الكابوس اللي كاتم على نفسنا ده بقاله سنين. لا بجد زعلانه منك، مش هين عليك يعني تاخد مراتك حبيبتك معاك السفريه دي؟ اخدك معايا فين؟ طب عبد الرحمن، وبعدين انا رايح اشتغل مش رايح اتفسح. سمى انت معاكي فيزا؟ انت عبال ما تعمليها اكون انا رحت ورجعت. ماشي يا سيدي ماشي، بس ممكن بقى تقولي هطمن عليك ازاي؟ اه صحيح، ده نسيت اعمل بتاع ده اللي بتقولوا عليه اسمه الرومينج. ايوه هو ده اللي بتقولوا عليه، بس مش مشكله هبكلمك من تليفون اللوكانده. المهم يا اخويا اطمن عليك. وانا يعني مهاجر كلها يومين وراجع ان شاء الله. ايوه يا يوسف، وصلت المطار ولا لسه؟ ها يا حبيبتي. لا ما تقلقيش يا ست، دول يومين ثلاثة وراجع على طول. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، ولما توصل ابقى طمني عليك. خدي بالك انت بس من روحك. لا اطمني، عمر الشقي باقي. ايه يا حبيبتي قاعدة لوحدك كده ليه؟ وما نزلتيش ليه؟ رحت شغل؟ اصل حليم مسافر وسابني يا اختي. عليه عشان كده قاعده زعلانه؟ انا زعلانه علشان قلبي مقبوض قوي من السفريه دي، اول مره احس الاحساس ده. عشان بس اول مره يسافر ويسيبك لوحدك. يمكن. قولي لي صحيح يوسف اخباره ايه؟ الحمد لله كويس، بس شقي قوي ومجنني. انت عارفه يا صافيه، حليم بيعشق حاجه اسمها يوسف، مش متخيله بيحبه ازاي. هو في حد ما بيحبش الاطفال؟ دول زي الملايكه. لا 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 عندك، بس يوسف عند حليم وليه وضع خاص. انت مش متخيله، ده انا كل ما بعدي من جنبه الاقيه شايله، يا اما شايله يا اما حاطه على حجره يا اما هاريبوس. بس يمكن علشان اسمهم زي بعض. اسمهم زي بعض ازاي؟ الله،
هو انت ما تعرفيش ان حليمه اسمه الحقيقي يوسف؟ هو حليمه اسمه يوسف؟ لا انا ما اعرفش، انا اعرف ان اسمه حليمه زي ما بتنادوه. صحيح، هو انت برضه هتعرفي منين؟ ما هي ماما برضه ما كانتش تعرف، اتفاجئت بالموضوع ده. والله يا ماما تعرف ان اسمه يوسف؟ اسكتي، اصل انت ما تعرفيش اللي حصل لي انا وماما. في يوم كنت في الجيم لقيتهم بيكلموني هنا في البيت بيقولوا لي الحقي عبد الرحمن سخن مولع. رحت انا وماما جري على البيت واخدينه ومودينه للدكتور. وبعدين؟ وبعدين يا ستي رحت مسلماهم شهاده الميلاد بتاعته، فالممرض نادى على اسمه عبد الرحمن يوسف منصور ابو سويلم. جايه قايمه يا اختي عشان ادخل الدكتور، لقيت ماما بتقولي اقعدي يا بنت ده مش احنا. وبعدين؟ وبعدين يا ستي رحت مفهماها، قلت لها يا ماما يا حبيبتي ما حليمه اسمه الحقيقي يوسف منصور ابو سويلم. يا نهار اسود ومنيل، دي مصيبه. ايه يا صافي؟ انت سرحتي في ايه يا حبيبتي؟ لا ابدا ما فيش حاجه، افتكرت بس حاجه مهمه لازم اعملها. انا هقوم وانت يلا قومي روحي شغل. باي باي. والله عندك حق، ده لو ماما نزلت لقيتني قاعده قعدتي دي هتطين عيشتي. ماما شوف ورايا ايه. الطيارة طارت، اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ يا ترى انا وياله على ايه؟ انا لازم اتصرف، استر يا رب. منيحه والحمد لله. ازيك انت يا ابو سليم؟ بقول لك ايه، الواد حليمه جاي لك النهارده لبنان، عايزه الحادثه تبان طبيعيه مش ان احنا عاملينها يعني. ايوه بس ما تاخدوش على مشامه يعني على طول كده، فسحوا شويه يعني، عايزك تريحه وبعدين تخلصنا منه. انا عارفه يا اخويا انك قدها وقدود. ماشي، بس اول ما يتم العمليه تكلمني وتطمني. ماشي يا ابو سليم. طيب بالسلام. بالسلام. ازيك يا صافي؟ زي حبيب قلب عمته ده، جميله يا ناس. الحمد لله. اتفضلي. في ايه؟ مالك يا صافي؟ في حاجه مزعلاكي؟ لا لا مفيش حاجه، اتفضلي. لا 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 انا بعرفك على طول، شكل وشك بيتغير لما بتكوني متضايقه. ستي روحي، انا عارفه مصيبه ومش عارفه اعمل ايه. مصيبه ايه بس يا صافي؟ كفى الله الشر. هقول لك على كل حاجه. انا اتجوزت المعلم منصور. هقول اللي بتقوليه ده. مش قادره اصدق اللي بسمعه. مش وقت الكلام ده دلوقتي. يا ترى رحت فين يا فؤاد؟ لازم اطلقها. انت هتهزر؟ هحصله يعني ولا ايه؟ بسرعه الله يخليك. ربنا يهدي السفريه دي على خير. بطلي الحركات دي يا بنت. انا مش عارفه كيدهم دي ناويه على ايه. اقتلك. تقتلك ليه؟ لا بسكوتي دي مش فاهمه حاجه. انت اتجوزتني ليه؟ ما بلاش بقى الكلام الفارغ ده. اخويا لو عارف اللي ناوي اني يسوق هينوبوا ايه يوم من شره قبل ما تيجي فيه رجله يفوق ويدع معاها بقت عمره لو عارف اللي ناوي اني يسوق هينوبوا ايه يوم من شره لما تيجي فيه رجله يفوق ويدع معاها بقت عمره ويا بخته اللي سيبها على الله حاله دايما بيكون معدول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجة في الآخر بيطول ويا بخته اللي سيبها على الله حاله دايما بيكون معدول ويهمه اللي
بتاخده ولا حاجة في الآخر بيطول، ما هو كله بإذنه بأمره. أكيد بحساب سلف ودين يوم تردوا حقك ده، حتى سنين لو غاب لازم في يوم برضو هتاخدوا. هو يا بخته اللي سيبها على الله، حلو دايما بيكون مع دول، ويا بتاخده ولا حاجة في الآخر بيطول، ويا بخته اللي سيبها على الله، حلو دايما بيكون مع دول، ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجة في الآخر بيطول، ما هو كله بإذنه بأمره.